مشاهدينا الكرام، للحديث عن بطء الإنترنت في العراق مقارنة مع ارتفاع أسعار خدمة الاشتراك وعجز السلطات الحكومية عن تطوير هذا القطاع المهم، معنا عبر سكايب من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي الأستاذ مظفر الخميسي. حياكم الله أستاذ مظفر. مساء الخير أستاذ محمد، حياك الله حيا المشاهدين الكرام. بداية، يعني العراقيون يشتكون من بطء الإنترنت ومن غلاء ثمنه، يعني السؤال هو لماذا لم يحظى العراقيون بخدمة إنترنت جيدة وهم يعيشون في بلد يمتلك إمكانيات مالية عالية؟ أستاذ محمد، هي هذه يعني نسبة تناسب طردي، كلما زاد عدد اللصوص وعدد الأحزاب المتنفذة والفاسدة كلما قلت الخدمات المقدمة للمواطنين. هم يعني هذه الأحزاب والميليشيات تحتاج إلى مداخيل قطاع الاتصالات والقطاعات الأخرى من أجل إدامة تسليح تسليح أفرادها والمشاريع اللي داخلة بيها. لذلك رداءة الإنترنت جاية من الفساد اللي موجود. هناك شركات غير مرخصة تعمل في العراق، كيف لوزارة الاتصالات أن تمرر هذه القضية بهذه البساطة؟ ويعني ما هي الآلية التي تضعها هذه الحكومة في التعامل مع هذه القضايا؟ شركات غير مرخصة تتحكم بالأسعار، ترفع الأسعار على المستخدمين، وبالتالي وأيضا تقدم خدمة سيئة طبعا، وبالتالي المواطن العراقي هو الطرف الوحيد المتضرر من هذه العملية. صحيح صحيح، لأن الحكومة هي بالأصل متواطئة مع هذه الشركات ومستفيدة منها، وهي موجودة بحماية هذه الأحزاب ومن وراءها. أعطيك مثال أستاذ محمد، هنا في هولندا قطاع النقل وقطاع الاتصالات قطاعات يعني مسائل حساسة لا يستطيع أحد أن يتدخل بها. قطاع الاتصالات، شركة الاتصالات الملكية الهولندية هي الوحيدة صاحبة الإنترنت بالمملكة الهولندية. هذه الشركة الأم تبيع إلى مئات الشركات الصغيرة، تبيع لهم حق الإنترنت، حق الاتصالات، حق الغيره، واللي هم يقدمون خدمات للمواطنين. الشركة الأم هي المسؤولة عن جودة الإنترنت، هي المسؤولة عن الأسعار، وهي المسؤولة أيضا على السيطرة على السوق. ماكو أحد يقدر يتدخل بعمل هذه الشركة، ماكو أحد يقدر يتدخل بالمساس بهذه الشركة، لأنه شركة سيادية. كل الشركات الموجودة في هولندا معرضة للسوق، تنعرض بالسوق، تستطيع الدول الأخرى شراءها، لكن شركة الاتصالات وشركة النقل هذه أشياء سيادية تخص الدولة. بالعراق ماكو هيك شيء. طيب، هناك طبعا طرح قبل فترة قضية الكيبل الضوئي أو ما يعرف بالفايبر، الذي يعني كان من المفترض أن يحسن من خدمة الإنترنت ومن جودته كذلك، لكن الآن تتعرض هذه الكيبلات إلى محاولات تخريبية، إلى أعمال تخريبية، إلى إحراق الكابينات. برأيك من المستفيد من عملية الإضرار بقضية تواجد الكيبل الضوئي في العراق؟ المستفيد طبعا هذه الشركات غير المرخصة والغير النظامية والشركات اللي تدعمها أحزاب الفساد. هذول هم جزء من الحرب ضد المواطن، هم جزء من هذه الحرب، يخربون هذه الشغلات حتى المواطن يبقى بحاجة إلى الإنترنت الضعيف، يبقى بحاجة إليهم، وحتى ما تجي خدمات جديدة، ما تجي خدمات جيدة للمواطن، ويبقى المواطن في دوامة الفوضى هذه اللي يدخلون بها. طيب، يعني تحدثنا في البداية عن ارتفاع قيمة أو تكلفة الإنترنت في العراق وشبكات الاتصالات بشكل عام، هذه الإيرادات لماذا برأيك لا تستخدم في عملية تطوير وتحسين هذا القطاع المهم؟ لأنه يعني بشكل روتيني هي تذهب إلى جيوبهم، إلى جيوب المتنفذين. هؤلاء المتنفذين يحتاجون هذه الفلوس مثل ما قلت لك قبل قليل لإدامة تسليح ميليشياتهم، لإدامة علاقاتهم الاقتصادية وشبكاتهم التجارية، ما ينطون من عندها جزء للتنمية. حال القطاعات الأخرى اللي تدر موارد خيالية للدولة، لكن الدولة ما مستفادة منها، الشعب ما مستفاد منها. النقل الجوي مثلا على سبيل المثال، الاتصالات كلها تدخل ايرادات خرافية، لكن الحكومة الدولة ما مستفادة منها. أستاذ مظفر، العالم الآن يتجه إلى
العمل بالنظام اللاورقي، وتابعنا الإمارات مؤخرا ألغت التعامل بالنظام الورقي وتحولت إلى النظام الإلكتروني، وهذا الموضوع حقيقة في غاية الأهمية. هل تعتقد برأيك أن محاولات الإضرار بشبكة أو قطاع الاتصالات والإنترنت في العراق الهدف منه إبقاء العراق في دوامة الدول المتخلفة من ناحية المعاملات التجارية الحكومية وغيرها، وبالتالي نبقى في النظام الورقي الذي تمرر من خلاله الكثير من قضايا الفساد؟ طبعا هذا جزء من المخطط، مخطط إلهاء الناس. أنا دائما أقول على منبركم الكريم، الحكومة وأحزاب الحكومة والأحزاب المتنفذة والفاسدين اللي موجودين بالحكومة هم يعني يتقصدون بهذه المسألة، يتقصدون بإلهاء الناس، يتقصدون بابتكار واختراع الدوامات اللي يدخل بها المواطن وما يقدر يطلع منها. هذه الحكومات الورقية والتعاملات الورقية عفى عليها الزمن، حتى الدول الصغيرة الدول النامية بدأت تخلص من الورق، لأنه بالنظام الإلكتروني حتى حفظ الملفات، حفظ الغيرة اللي الآن يحرقوها كل ما تصير وزارة. نعم. ويقل الفساد. طبعا. أستاذ مظفر، هناك قضية أيضا مرتبطة بالإنترنت واستخدامه في العراق، وهي قضية التعبير عن الرأي والحريات. يواجه العراقيون المواطنون بشكل عام والصحفيون كذلك بشكل خاص مضايقات وانتهاكات يتعرضون لها، اعتداءات وغيرها وتهديد بسبب التعبير عن آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي. أقرت أيضا الحكومة مؤخرا قضية محاربة المحتوى الهابط، تمام؟ طيب السؤال هو يعني برأيك هل هناك فسحة للحرية في العراق أو مجال للحرية؟ لماذا تصدر هذه القوانين المعنية بالمحتوى الهابط وهي قوانين فضفاضة غير معلوم تفاصيلها بالتحديد؟ هي هذه جزء من كبت الحريات وخنق الناس والتضييق عليهم، تضييق على الناشطين. احنا لازلنا نذكر حكومة المجرم عادل عبد المهدي لما قطعت الانترنت ايام انتفاضة تشرين المباركة، قطعوا الانترنت من اجل عدم ايصال صوت الناس، عدم ايصال صوت المتظاهرين، عدم. والان كل الحكومات اللي يعني متفقة على هذا الشيء، يخنقون المواطن، يضيقون عليه، يمنعونه من ايصال صوته، يمنعونه من ايصال صورة الفساد اللي موجودة جوه، الارهاب اللي موجود يعانون من العراقيين. نعم. الى الخارج. جزء من الـ من الـ من الـ من الخطه اللي ضد الشعب العراقي. عبر سكايب من امستردام الصحفي والاعلامي العراقي الاستاذ مظفر الخميسي، انا اشكرك شكرا جزيلا لتواجدك معنا.